السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لعلاج العربيات بالفيلر او الايبوكسي او البرايمر عامة يعني بدون معجون، هل هو ينفع وايه هو الحاجات اللي مسموح بيها ينفع او ما ينفعش؟ مثلا يعني ادي معانا جزء ده زي ده سليم اهو، دي لو قشرناها شلنا الدهان ده وصنفرنا كده هنبدأ اللي احنا نبطن الفيلر الاساس بتاعنا او الايبوكسي، وبعد كده نصنفره ونرش تمام كده. طب معانا جزء زي ده كده ده لازم معجون. ليه؟ لان زي ما احنا شايفين هو عالي وواطي، هتيجي تطبق فيلر عليه هتصنفره ماشي، بس العالي والواطي ده محتاج ايه؟ محتاج حاجة اللي هو المعجون البوليستر عشان يملى، لان الفيلر معمول يملى قد ايه؟ يملى سمك صغير كده اهو، سمك صغير. وعايزين نوضح حاجة، انت عندك المعجون مثلا لو حتة معجون حطيتها في كوباية قد كده اهو تمام، وسبناها اللي هو المعجون البوليستر ده، وجبنا حتة فيلر شوية فيلر في كوباية وسبناهم كده، هما الاتنين نشفوا، هيعدي عليهم الشهر المعجون البوليستر ده هتلاقيه ثابت زي ما هو، ما اتحركش، ما بيحصلوش اي تمدد. انما الفيلر او الايبوكسي او اي دهنة هتلاقيها بدأت ان هي تكش. فاحنا عشان نعالج خرابيش، يعني بص خرابيش زي دي مثلا اهي، ده خربوشه وفي الصاج ده علاجه ايه عشان خاطر اعالجه بالفيلر؟ اصنفر الصاج، اصل نصنفر الصاج ده ونخليه ناعم ونبدا نطبق عليه فيلر اساس او ايبوكسي، والايبوكسي افضل للصاج من الفيلر كمان، الا اذا نوع فيلر بقى الحاجات الاتش اس اللي طالعه الجديده دي. ف يعني بص مثلا على سبيل المثال شايفين الخربوش ده؟ الخربوش ده لو خد فيلر وبعد ما بطلناه فيلر لقيناه مش باين، خربوش عميق اهو، بعد اسبوع هتلاقي الفيلر اتمدد وهبط والخربوش بان. نفس القصه على الصاج، ادام الصاج الخربوش عميق العمق ده الفيلر هينزل فيه او الايبوكس هينزل فيه، بعد فتره هتلاقيه بدا ان الخربوش يظهر. طب اللي مطلوب ايه؟ حاجه من الاثنين، وافضلهم انك تتخلص صنفر الخربوش ده، تتخلص منه تماما وبعد كده تنزل بالايبوكسي. واحسن حاجه والحاجه الثانيه بقى انك لو مش عارف تخلص من الخربوش ده تبطنه ايبوكسي برايمر، ده في حاله ان انت مش عاوز تماعجن، تبطنه ايبوكسي برايمر او فيلر وتستنى عليه يومين ثلاثه اسبوع، تدي فرصه ان الفيلر او الايبوكسي يجيب اخره، يهدف الخربوش عشان الخربوش لو في حاجه تظهر وبعد كده تبدا اللي انت تصنفره. والصح ادام خربوش عميق الفيلر معمول ان هو يملى انواع الفيلر اتش اس من 100 مايكرون ل 200 مايكرون مثلا، يعني مش مكمل ربع ملي، ربع ملي تقريبا ده اخر الفيلر ان هو يملى. فانت ما تجيبش خربوش عميق وتبدا اللي انت يكون خربوش مثلا عمقه ربع ملي او نص ملي 500 مايكرون سواء في الصاج او في الدهن واقول اديله فيلر، انت هنا عديت اكتر من اللي مسموح بالفيلر ان هو يعمله. انما المعجون البوليستر لا، المعجون البوليستر مش يملى خربوش زي ده يملى خربوش زي ده واعمق كمان، ممكن يوصل معاك حسب بقى نوع المعجون، حتى لو 500 ملي او سنتي مثلا حسب بقى نوع المعجون سواء فايبر او مش فايبر وهكذا. لكن بشكل اللي عنده برضك اضافه في الموضوع ده يسيبها يا رجاله. المفيد عاوزين نعالج بدو، يعني حاجه زي كده اهي، ده بص عالي وواطي واخد بالك انت ومتصلحه، ده الصح بتاعنا تتمعجن. طب عاوزين نعالجها بالبرايمر، يبقى العالي والواطي ده ناكله بالمبرد بقى، نتخلص بالمبرد ونسمكره صح وهكذا، ونبدا بقى نطبق فيلر اساس وبعد كده نصنفر فيلر اساس بالبلوكه ونبص. وافضل حاجه على الصف زي ما قلنا الايبوكسي برايمر يعني. بس كده يا رجاله، واللي عنده اي اضافه يسيب لاخواته في التعليقات. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد، ما تنساناش في الدعاء، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو بص خربوش اهو، بص دي خربيشه اهي، خربيش صغيره بس لازم ايه نتخلص منها، لازم نتخلص منها، ما ينفعش الخربيش دي نطبق عليها فيلر. ليه؟ احنا عارفين لما نيجي نطبق على خربيش الصنفار نفسها بترجع تبان، بترجع تبان، اشحال بقى بردك لو صاج، فلازم نتخلص من خربوش الصاج، الصاج يكون ناعم وعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل يا وحوش.